وفد الشركات الصينية زار البلاد وقام بجولة مالية استثمارية لدى جهات الاختصاص سعيا منهم لاتباع اللوائح والنظم التي من شأنها المساهمة في طرح أسهمها في بورصة الكويت لما تحتويه من وسائل متطورة لجذب الاستثمارات الأجنبية. نتابع وإياكم تقرير الزميل فيصل الجاسم. اهتمام الشركات الصينية في إدراج أسهم شركاتهم في بورصة الكويت رغبة منهم بتوسع عملياتهم بالمنطقة وتعزيز سبل التعاون مع دولة الكويت. اهتمام شركات الصينية بالإدراج بالكويت فهذا متماشي مع خطة الكويت على إغراء وجلب الاستثمارات الخارجية. فالصين يعني هي اللي قاعد تعطينا الفرصة عشان نوري باقي العالم أن الكويت هو مكان ممتاز للاستثمار ويدير مؤسساتها قوية. ومثل ما هذه الخطوة البداية مع الصين إن شاء الله راح نشوف خطوات أخرى من قبل الدول الأخرى. زيارة وفد الشركات الصينية للهيئة العامة للاستثمار وهي تشجيع الاستثمار المباشر للتعرف على المعايير والممارسات المتبعة في سوق المال الكويتي. المركز المالي القوي لدولة الكويت وأيضا دخول بورصة الكويت إلى المؤشرات وانضمامها إلى المؤشرات الناشئة العالمية، أيضا القطاع المصرفي القوي، أيضا هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية القوية، هذا ما زاد من اهتمام المستثمرين العالميين. ورأينا الزيارة الأخيرة للوفد الصيني لإدراج بعض الشركات في بورصة الكويت لما لها أهمية عالمية. تسعى بورصة الكويت باستمرار لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية توافقا مع رؤية كويت جديدة وبناء قاعدة استثمارية لمركز مالي محوري في المنطقة. سمعة سوق المال الكويتي وريادته إقليميا وكفاءته والتزامه بالعمل وفق المعايير العالمية أصبح محط اهتمام الاستثمارات الأجنبية لا سيما مع الالتزام التام في الحوكمة والشفافية. فيصل الجاسم، تلفزيون دولة الكويت.